كتاب كما قيل قديما خير أنيس. للأسف الشديد في المرحلة الحالية أصبحت كثير من الوسائط تزاحم الكتاب لدرجة أنها كادت أن تقصيه من حياتنا. مع الكتاب هو مناسبة لتذكيرنا بأهمية الكتاب، ومناسبة للتصالح مع الكتاب، ومناسبة لكي نطلع على الجديد في عالم الكتاب. لذلك وزارة العدل والحريات كباقي الوزارات والهيئات والمؤسسات جعلت من هذه المناسبة مناسبة للتواصل مع المواطنين، وجعلها فرصة لتقديم مستجدات الوزارة على مستوى الإصلاح، كل الإصلاح، وتقديم كافة البيانات والإجابة على كافة التساؤلات التي تهم المواطنين. انتدبنا قودات يحضرون هنا من الشؤون المدنية والشؤون الجنائية ليجيبوا على أسئلة هؤلاء المواطنين في كافة الميادين، ونقدم لهؤلاء المواطنين بعض المطبوعات التي يمكن أن تفيدهم في التعرف على الإصلاحات الجارية على مستوى منظومة العدالة.